بونجور الناس الكل. يقول ولي فينا الفرحان والمتهني في حياته وفينا اللي لا، لسبب او لاخر ماهوش عايش حياته وماهوش سعيد. علاش زعما؟ علاش؟ اليوم اخترت باش نعطيكم دي كونساي تعاونا ان نعيش حياتنا مرتاحين وسعداء وفرحانين. أيه. اول حاجه نحاولوا نخصصوا من 10 ل 30 دقيقه يوميا للمشي. المشي يعاوننا باش نتخلصوا من الستريس ومن الروتين. ما تنقصش من سوايع نومك مهما صار، ويا حبذا ما تكونش سوايع نومك اقل من 7 ساعات يوميا. 7 ساعات مش اقل. باهين. باهي. خلي حياتك بازيه على 3 حاجات. شنو هو 3 حاجات؟ التفاؤل والعاطفه. الطاقه، التفاؤل والعاطفه. عادي شويه وقت مع عبيد عمرها اكبر من 70 سنه واقل من 6 سنين يوميا، اوموا 10 مينوت، معناها 210 مينوت تعديهم مع ناس يا اقل من يا اكبر من 70 سنه يا اقل من 6 سنين. هذا هو يتسمى التعاطف. لا ماهوش تعاطف، بالعكس. انت في الوقت هذاك يعني مع حد عمره اكبر من 70 سنه ومع حد ومع طفل صغير اقل من 6 سنين، ماكش تبدا تخدم في مخك برشا شنو باش تقول ولا شنو باش تحكي. انت جوست باش تحط روحك في نفس العمر نتاعو هو. تتعلم وسع البال. كلهم براءة خاطر. اي كلهم براءة كيما قلت. احلم وما تخليش لحلمك حدود. اشرب كميات كبيره من الماء، الماء ينعوش ويفرشك ويجدد فينا الروح والطاقه. حاول تكون سبب في ابتسامه 3 اشخاص على الاقل يوميا. 3 اشخاص حاول انت تسبب لهم هكا في ابتسامه، في موقف، في نكته، في تعليق، في اي حاجه انت تضحكهم وكيما نقولوها تقلع لهم التبسيمه. الذكرى اللي الدنيا قصيره وزايد باش تعديها في كره ولا بغض ولا حسد ولا غيره، وما تاخذوش كل شيء بجديه. كون سوبل مع الاشكاليات اللي تنجم تصير لك وتعرضك وما تتبلوكيش. حاول تلقى حلول، وكان ما لقيتش حاول تخرج باخف الاضرار ولا تطرح حتى ولو حلول نسبيه. ما تقارنش خدمتك حياتك ولا الحاجات اللي عندك بغيرك باش ما تفسدش طعم حياتك وفرحتك باللي عندك. ديما حط في بالك اللي حتى حد ما ينجم يفرحك كان انت. انت الوحيد اللي نجم يفرحك، وانت الوحيد اللي نجم يتحكم في نهارك كيفاه يتعدى. ذكر زاد اللي راي الناس فيك ماهوش بيبدل فيك حتى شيء، وماهوش باش يزيد فيك ولا حتى ينقص. نصيحه اخرى للناس اللي نهار وطول تعديه في الخدمه، وناس اللي عندها عائله، اصحاب، دار، امراه ولا راجل ولا حتى صغار، نقول لكم وقت المرض اللطف عليكم ما كانش باش تلقاو الخدمه ولا العرف لهي بيكم ولا حتى يسالوا عليكم. وقتها ما تلقاو كان العائله ولا اصحاب لهين بيكم ويلوجوا عليكم. دونك اعطيهم اكثر من وقتهم. ديما نقولوا في قراره انفسنا اللي جاي خير، اللي جاي خير. ديما نعاودوها نجم نغمض عينينا، اما ديما خليها حاجه تتردد، معناها ما تخليهاش مقتصره على نص دقيقه ولا دقيقه باش تحكيها وتقول اللي جاي خير. خلي نهار كامل يتعدى وديما قول في قلبك اللي جاي خير. اي موقف يصير لك من داخل قول اللي جاي خير، معناها سبق الخير. فوالا سبق الخير، تلقى الخير ان شاء الله. ديما بالطبيعه اعطي قيمه للحاجات اللي عندك، للعباد اللي دايره بيك والناس اللي تحبك وثمن وجودهم في حياتك، وقول نحبك للي تحبه، خاطر غيرك يتمنى في الحاجات اللي عندك وانت ماكش فيها. دونك اون جينيرال يلزمنا ديما نحمدوا ربي. فوالا تري بيان. تك صح. ميرسي. هذو كلنا نعملوهم. اي نعيشوا حياتنا سعداء فرحانين مرتاحين. نكونوا سبب في ابتسامة 3 أشخاص كل يوم. أي. زوز. أي. لا ما تسلكش. ميسيل 3 أشخاص واش تحس علي عندك تأثير أكثر في المحيطين نتاعك ولا كل قدر. أهم حاجة الطاقة والتفاؤل والعاطفة. ولا. وديما تقول. وتشرب الماء. نوم 7 ساعات. أي على الأقل. البيج ما فيها هذوما عامل ساعتين. انا عجبتني على الاخر كي قالت تولي صحاب مع اكثر من 70 سنه واقل من 6 سنين، معناتها كيك نجمعوا الحكمه ولا الطفوله والبراء مع بعضهم. هو حتى اكثر من 70 سنه راه مش باش تلقى برشا حكمه، باش تلقى حد اعصابه مسترخيه، معناها بالحق باش تلقى ناس ما عادش تخمم. مش تلقاها اعصابه مسترخيه. بالحق يعني مش باش تلقاه يخمم برشا ولا خافي على نفسك. حابس تقول ما عادش عنده ستريس، ما عادش عنده يخمم، ما يخممش في حاجات اللي باش تنجم تاثر عليه سلبيا. ولا خاطر المراه كبيره ولا راجل كبير كي يكبر معناها يولي مخه كي مخ البيبي، معناها يقولوا اولنا صغار واخرنا وعقابنا صغار، معناها ما عادش تستنى منه بخبيث. شنو هو معناها؟ وسع البال. وسع البال فوالا، والطيبه والنيه الصافيه.